أيها الإخوة الأكارم، بإمكانك أن تفعل كل شيء مادي، بإمكانك أن تذهب إلى الحج وأن تصوم رمضان وأن تصلي، إن لم تكن مستقيماً لن تقطف ثمار هذه العبادات، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيباً. فهذا الذي يأكل أموال الناس بالباطل، هذا الذي يعتدي على أعراض الناس، هذا الذي يقول كلاماً لا يرضي الله عز وجل ليس طيباً، لذلك لن يستطيع أن يخطف من ثمار العبادات شيئاً. فكرة دقيقة جداً، تريد القرب من الله؟ تريد أن تكون في عين الله، أن تكون في توفيق الله، أن تكون في تأييد الله، أن ينصرك الله، أن تحيا حياة طيبة، تريد أن تكون متفوقاً عند الله، كن طيباً، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيباً.